وهبدأ بقى أشتغل في الرقاق التاني اللي معاي. ممكن أجيب دي هنا كده. بسم الله. هنا معانا للصينية الرقاق نقول المقادير. يلا يا أحمد ملها لي. لفة رقاق معانا، لفة رقاق، ومعانا نص كيلو لحمة مفرومة ومعصجة، ومعانا لتر مرقة مغلية، ومعانا معلقة كبيرة دقيق وسمنة وزيت وطبعا ملح وفلفل. تمام. أنا هعمل إيه هنا؟ الصينية عندي هتسخن. المرقة اللي معايا دي مرقة البط. خدت إيه من البط؟ أنا خدت الرقبة بتاعته والجناحات بتاعة البط، أنا بقطعها مش بسيب الحتة الأخيرة في الجناح، بس أنا ده سايبانة كان عندي من الأول. خدت الرقبة دي ومع الجناحات بتاعة البط وخدتهم في مية بصلة بملح بفلفل وطماطماية وسلقتها وحبهان طبعا ومستكة. سلقتها بقت بالشكل ده. هعمل بقى عليها البط بتاعنا، الرقاق بتاعنا. ادي كده الشوربة لازم تكون سخنة ومغلية. انا كده هسقيها، هسخنها معايا. وطبعا هنا معايا اللحمة المفرومة المعصجة كده بالشكل ده اهو كده، شايفين؟ طيب انا هنا معايا معلقة دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي دي هنا لو احتاجناها مرقة زيادة. معايا معلقة دقيق. معلقة الدقيق دي هعمل بيها ايه؟ معلقة الدقيق دي هرش منها رشة على اللحمة المفرومة اللي انا هحشي بيها الرقاق، علشان لما بنيجي نقطع الرقاق لو مش محطوط عليه دقيق او حاجة تمسكه بصوا بيبقى مفرفت. تيجي الواحد ياكل قطعة رقاق يلاقيها وقعت اتفرفطت منه اللحمة. انا كده هروح رشة واحدة، معلقة واحدة بس كبيرة دقيق على نص كيلو لحمة. معلقة الدقيق دي بتخليلي الرقاق اللحمة تمسك في بعضها بالشكل ده كده اهو، ونقلبها. طبعا انا فاتحه النار على الهادي كده لان اللحمه متعصجه. بصله كبيره مفرومه ناعم او مبشوره مع معلقه سمنه تشويح. بعد التشويح بنزل عليها باللحمه، وبعد كده احط لها بقى حبهان ملح وفلفل. لا ما بحطش الملح، بحط فلفل اسود وحبهان مطحون، رشه جوز الطيب لو عايزه عشان النكهه تبقى حلوه جدا، واسيبها تتشوح فيها. بعد كده بديها شق ميه بسيط اللحمه تكمل تسويه فيه، وفي الاخر احط الملح اهو. وممكن ما احطش ملح واحط نص مكعب مرقه، بيدي طعم تحفه للحمه المفرومه. هلبس الكلاوز في ايديا بقى علشان نشتغل في الرقاق. بسم الله. هنا طبعا احنا لازم نكون محضرين صينيتين للرقاق في التسويه، صينيه والمقاس اللي بعديها على طول. بصوا كده ادي صينيه اهي، صينيه اهي كده تمام، والصينيه الثانيه اكبر منها عشان نقلب عليها الرقاق. حطها هنا كده جنبي عشان لما هنقلبه دلوقتي من الفرن نقلبه في صينيه اكبر منه كده بالشكل ده. بسم الله. طبعا درجه الحراره انا لما بحطه على ارضيه الفرن بعمل درجه الحراره على 180، واسيب الرقاق الصينيه على الارضيه لمده بالظبط 15 دقيقه، ربع ساعه بالظبط، وابدا احركه كده. لو لقيته بيتحرك معايا هنشوف دلوقتي هنبدا نعمل ايه. هنبدا نروح قلبينه في الصينيه الاكبر بالشكل ده. هنا اجيب السمنه، اخد ادهن هنا في الصينيه اللي هعمل فيها الرقاق، ادهن سمنه طبقه بقى حلوه سمنه كده اهو، لان الارضيه لازم تستوي في شويه سمنه حلوين. لو انا عملت سمنه قليله هيلزق مني، هاجي اطلعه الاقيه لزق معايا في الصينيه اهو بالشكل ده اهو كده كده اهو. هاخد برضو الصينية التانية اللي احنا هنقلب فيها، لازم اقلب ويكون فيها سمنة عشان الوش التاني يتحمر او يستوي فيها في الارضية. بس كده اهو، ادي ارضية الرقاق التاني بالشكل ده كده اهو. بس احط دي كده، وادي معايا ادي الشوربة. احنا شايفين هنا كده ادي سخنت جدا اللحمة، وادي الشوربة اهي سخنت كويس. هعمل ايه كده؟ هبعد دي واروح واخده معايا الشوربه. كده حاضر كده اهو. ناخد هنا كده تمام، نقلب اللحمه هنا كده. شايفين اللحمه اهي تبقى ناشفه كده من ميتها علشان ما تنزلش تهريلي الرقاق لما نحطه، نحط الطبقه بتاعه
اللحم عليها بس كده. هاخد بقى هنا معايا كده ادي الصينيه اللي عليها السمنه، واخد اول طبقه رقاق معايا بسم الله كده. هاخد ايه، هكسر الرقاقايه اللي معايا دي، هكسرها وما اخافش انها لما تتكسر هتبوظ، لا مش هتبوظ ولا حاجه، بس انا كده باخدها عشان تنزل سليمه القطعه دي، وابدا الحمهم مع بعض. لازم تكون الشوربه سخنه جدا بالشكل ده اهو كده، وابدا احطها. اخد هنا الناحيه الثانيه كده، ادي الشوربه، اخد الرقاقه اعمل كده بالظبط والحمهم جنب بعض. لما يستووا الرقاق ده هيمسك في بعضه، مش هيبان ان كان في كسر ولا اي حاجه بالشكل ده كده اهو. ادي الرقاقايه معايا. طب اعمل ايه بقى؟ اخد كده بالفرشه سمنه، طبعا السمنه دي كان ممكن تبقى سايحه مسيحاها، بس مش مشكله اهي بالفرشه كده امسحها بالسمنه كويس جدا، وابدا اخد غيرها رقاقايه ثانيه برضو اكسرها كده معايا علشان تنزل معايا حته عدله اهو. طبعا احنا نعمل الرقاق بالطريقه دي، عايزه اقول لكم طعم في منتهى الجمال، يعني ده فعلا ده الطعم الاصلي بقى للرقاق. ونخلي ولادنا كده وهم واحنا واقفين بنعمل الحاجات دي يقفوا معانا، لان هي دي الذكرى اللي هتتبقى معاهم من الاكل بتاع الام والاكل بتاع الجده والحاجات الحلوه دي. طبعا لازم كل ام تدي بنتها الحاجات اللي هي تتميز بيها في الاكل، يعني انا اتعلمت الحاجه دي منين؟ من مامتي. مامتي بتعمل، ربنا يديها الصحه يا رب، بتعمل والله صينيه رقاق عالميه، عمري في حياتي ما اكلت في طعمتها وفي جمالها. تمام؟ فانا طلعت على الطعم ده، طلعت اتعلم من اقف اشوفها بتعمل ايه، علشان انا عاوزه اعمل نفس الطعم اللي ولادي مهما كلوا لا مفيش غير الرقاق بتاع تيتا ده احلى رقاق في العالم. فانا يعني بحاول وبجتهد، بس ان شاء الله هتيجي زيها بالظبط باذن الله نفس الطعم كده بالشكل ده. وطبعا كانت جدتي برضو، طبعا الله يرحمها، كانت برضو جدتي نفسها تحفة في الاكل، كانت بتعمله بنفس الطريقة اللي امي خدتها منها وانا خدتها منهم هما الاثنين. طبعا عشان برضو محدش يزعل، خالاتي برضو، خالتي الكبيرة الله يرحمها ويحسن اليها، برضو كانت اكلها في منتهى الجمال، وخالتي دلوقتي. فاحنا لازم نورث لولادنا الحاجات بتاعت الاكل بتاعتنا الحلوة دي بالشكل ده كده. دي كده تالت طبقة، او دي تاني طبقة معانا، نحط كمان تالت طبقة عشان احنا هنعمل تلات طبقات فوق وتلات طبقات تحت في الرقاق. لا تلاتة تحت وتلاتة فوق، بس انا هنا ما دهنتش ادهن، لا مش اتنينات، اتنينات بقى لما بيبقى الرقاق تخين جدا، بس الرقاق ده عامل زي البسكوت. الرقاق بصوا انا عايزه اوريكم، بصوا هنا الرقاق عامله ازاي، شايفين الرقاق خفيفه ازاي؟ خفيفه جدا، عشان كده انا عملت تلاته فوق وتلاته تحت. اما لو كان الرقاق عندي تخين شويه بنلاقيه ساعات، بنلاقيه تخين قوي عند الكنفاني كده اللي بيبيع الرقاق، بيبقى تخين جدا، ده نحط منه طبقتين اتنين بس. اما الرقاق اللي هو الخفيف ده لا، نحط منه ثلاثة تحت وثلاثة فوق بالشكل ده. حاضر اوكي كده، ادي ثالث طبقه ما بحطش بقى عليها سمنه، اللي هي هيجي عليها اللحمه ما بحطش عليها سمنه خالص. ببدا بقى انزل كده اللحمه المفرومه كده بالشكل ده كده. لا اللي قالت عند حضرتك كده هي مش حاطه صلصه، لحمه الرقاق ما بيحطش عليها صلصه. حنان حبيبة قلبي يا حنان، وأحلى كلام بنات، بس يا حنان هي مش بتحط عليها صلصة، اللحمة المفرومة بتاعت الرقاق مش بتحط عليها صلصة كده بالشكل ده أهو. نفرد كده أهو. هبدأ أخد الرقاق تاني، احنا ممكن نطلع فاصل، هكمل انا برضو الثلاث رقات التانيين في الفاصل ونشوفها بعد ما تجهز معانا. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. هنسويها مع بعض. صينيه الرقاق اهي جاهزه، صينيه الرقاق اهي اهي، ادي الصينيه اهي جاهزه علشان دلوقتي هنسويها مع بعض في الفرن كده. انا هدخل الصينيه دي، هدخلها هنا كده عندي في الايه، هدخلها على ارضيه الفرن كده بالشكل ده كده. نشوف بقى صينيه الرقاق اللي في الفرن عشان نقلبها.
ادي صينية الرقاق. شايفين سامعين الصوت؟ عايزة اسمعكم الصوت. الصوت ده معناها ان هي خدت ارضية كويسة جدا. بعمل ايه بقى ساعتها؟ بروح جايباها في الصينية المقاس الاكبر اهو، واروح عاملة كده اهو كده، تمام اهو الشكل ده. اخد هنا كده اطلع بس الايه، اطلع الصينية التانية الحاجة علشان اقدر امسكها لانها سخنة جدا. حرف سكينة كده اطلع معانا اهي. شايفين اهو بالشكل ده. طبعا ممكن نسيبها تاخد لون اكتر شوية اهي، مع حضرتك اهي، ممكن نسيبها تاخد لون اكتر شوية بس كده، يا دوبك مناسبة علشان ايه ما تتلسعش مننا. تمام، هحطها بقى، هرجع احطها على الناحية التانية كده اهو. بسم الله، بس هشيل الرف دوت وارجع احطها على الايه، على الارضيه على طول. انا هنا كنت خايفه ان هي تاخد لون وتتلسع. اهو شفت حضرتك كده الرقاق؟ تمام، جبت الصينية اللي في الفرن قلبتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بس نمسح كده. قلبت صينية الرقاق معانا، ده الرز اهو، الرز في منتهى الجمال طبعا. وقلبت صينية الرقاق للوش التاني. شايفين هي بتاخد يا دوبك في الافرار الكهرباء زي كده على الارضية بتكملش 10 دقايق. في فرن الغاز عندنا من 10 دقايق ل 15 دقيقة بالظبط لو كان حرارته هادية 180، عالي شوية زي افران الكهرباء يبقى بتاخد 10 دقايق 8 دقايق بالكتير جدا.